الجامعة العربية تطالب بوقف العدوان التركي على سوريا. ألمانيا تحظر تصدير أسلحة لتركيا بسبب عدوانها على سوريا. أربعة قتلى وثلاثة مصابين في إطلاق نار في نيويورك. الرابعة عصرا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. طالبت جامعة الدول العربية بوقف العدوان التركي على سوريا، وحملت الجامعة في بيانها عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، حملت تركيا مسؤولية تفشي الإرهاب بعد عدوانها على سوريا، وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف العدوان التركي. قررت ألمانيا حظر تصدير الأسلحة لتركيا ردا على عدوانها العسكري على سوريا، وقال وزير خارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة بيلد ام زونتج إن الحكومة الاتحادية لن تصدر أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا. توقع تقرير دولي أوروبي عزوف الجماهير عن حضور كأس العالم القادم في قطر، وأوضح التقرير إلى أن من بين الأسباب التي تقف وراء ذلك السمعة السيئة التي نتجت عن الطريقة التي استحوذت فيها قطر على حق استضافة هذه البطولة وما رافقها من شبهات فساد، هذا إلى جانب غياب الجماهير عن بطولة العالم في ألعاب القوى وللظروف المناخية الحارة. وأضاف التقرير أن افتقار قطر للمعالم السياحية أدى إلى عزوف الجماهير الأجنبية عن التسوق أو ما شابه. دمر سلاح الجو العراقي ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي، وقضى علما فيها شمال غرب بحيرة حمرين في محافظة ديالى شرق العراق. وأوضحت خلية الإعلام الأمنية أن طائرات مقاتلة نفذت ضربات جوية وفقا لمعلومات استخباراتية على ثلاثة أهداف لإرهابي داعش، ما أسفر عن تدمير هذه الأهداف وقتل من فيها. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أربعة أشخاص قتلوا على الأقل نتيجة إطلاق نار في نيويورك، وبحسب وسائل الإعلام فإن الحادث وقع في بروكلين وأسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين. هذا وقد فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط الحادث وتجرى أعمال تمشيط للوقوف على ملابساته. ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.